إذا كانت المرأة مفطرة لحيض أو نفاس وقد انتهت هذه المدة فمساء، فهل يجوز أن تتسحر وتنوي الصيام وربما تبدأ فيه أيضا وهي لم تغتسل، ثم بعد طلوع الفجر تغتسل وتتطهر؟ الجواب: إذا انقطع دم الحيض أو دم النفاس قبل طلوع الفجر ثم تسحرت المرأة الحائض أو النفساء ولم تغتسل إلا، يعني تسحرت قبل طلوع الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإن الصيام يكون صحيحا، لأن الحدث الأكبر الذي هو الحيض أو النفاس مثل الحدث الأكبر الذي هو الجنابة، لأن الله جل وعلا قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأباح الأكل والشرب، وكذلك يكون في هذا المعنى إباحة الجماع إلى طلوع الفجر، فلم يبقى وقت يكفي للاغتسال قبل طلوع الفجر، يغتسل بعد طلوع الفجر، فحينئذ لا مانع من أن تؤخر المرأة الحائض أو النفس الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، ويكون الصيام صحيحا.